بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوميديا تيوب 101. قبل ما نبدأ الفيديو كده، يا ريت تعمل لايك الفيديو وتنزل تحت الفيديو تشترك في القناة. أولا، كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات. ثانيا، الحمد لله القناة فعلت، وبفضل الله ثم بفضلكم أنتم، وبنشكر كل اللي شجعنا وأدعمنا باشتراكه في القناة. ثالثا، إن شاء الله يعني الفترة القادمة هننزل كل أسبوع فيديو أو اتنين إن شاء الله، يعني هيبقى الساعة فيديو، ممكن ننزل فيديو الساعة 7 مساء يوم الاثنين، وممكن ننزل فيديو الساعة 7 مساء يوم الخميس إن شاء الله. وإن قدرنا نصور في خلال شهر رمضان إن شاء الله، يعني إن قدرنا نصور فيديوهات في شهر رمضان، هيبقى فيديو إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7 مساء بإذن الله. مبدئيا كده والله الواحد يعني بصراحة تعب في الفيديوهات دي بصراحة، يعني والواحد كان خلاص هيمل من موضوع التصوير وموضوع الفيديوهات، من كمية الإحباط اللي كانت بتجينا من الناس، وإيه اللي انتوا بتعملوه ده ومعرفش إيه والكلام ده كله. بس الحمد لله القناة فعلت، الحمد لله رب العالمين، حققنا 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدات، والحمد لله جوجل نزلت لنا إعلانات على القناة على اليوتيوب، فدي يعني حاجة الحمد لله نحمد ربنا عليها. فتفعيل القناة يعني الحمد لله بفضل الله ثم بفضلكم أنتم، وبنشكر كل اللي أدعمنا وشجعنا إن احنا نعمل فيديوهات، فالحمد لله رب العالمين يعني. وأنا بنصح أي حد عنده قناة على اليوتيوب إن هو يستمر في رفع الفيديوهات، وما يسمعش كلام حد، ما حدش يقول له إيه اللي أنت بتعمله ده ومعرفش إيه والكلام الفاضي ده كله. المهم إن أنت بتقدم محتوى محترم، ومحتوى يعني تحاول إن أنت تفيد الناس بيه. يعني إحنا مثلا قناة كوميديا تيوب 101 بتقدم مثلا محتوى كوميدي، بس في نفس الوقت مفيد للناس. يعني في بعض الناس بتستفاد من المحتوى اللي احنا بنقدمه، وفي نفس الوقت بيكون كوميدي عشان ايه، يعني ما حدش يمل من الفيديوهات او الكلام ده كله يعني. وبنشكركم جدا والله، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ان شاء الله، كل اسبوع ان شاء الله زي ما قلت لكم هنحاول نطلع فيديوهين، فيديو يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 7 مساء، وفيديو يوم الخميس ان شاء الله الساعة 7 مساء برضو. ونقدرنا برضو في الفترة دي شهر رمضان نصور، هيبقى فيديو إن شاء الله كل أسبوع بإذن الله تعالى. وشكرا ليكم، شكرا جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.